بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف نتناول الحكاية الخامسة من كتاب المفيد في حكايات المستوى الأول ابتدائي. الحكاية الخامسة: بين نحلة وذبابة. كانت ذبابة تبحث عن غذاء، ذهبت إلى مزبلة ثم غادرتها ودخلت ظهرا إلى مطبخ منزل فوجدت صرصورا داخله. قال لها: مرحبا بالضيفة العزيزة، هنا أغذية لذيذة، نسي أصحاب المنزل غطاءها، خذي ما تشتهين. أكلت الذبابة والصرصور حتى شبعا. غنى الصرصور ورقصت الذبابة فرحا. فجأة داخ الصرصور وانقلب على ظهره. قالت له الذبابة: انهض، هل ترقص معي؟ لا، أنا لا أستطيع، قد أصابتني رشة مبيد للحشرات. فزعت الذبابة وفرت من النافذة. كانت نحلة نشيطة تجمع رحيق الأزهار في البساتين والحقول لتصنع منه عسلا لذيذا. وفي طريق رجوعها إلى خليتها رأت الذبابة تتخبط من الألم. اقتربت منها وسألتها: ما بك؟ أجابتها بصوت مختنق: كنت أنا وصديقي الصرصور نتنقل داخل مطبخ بين أغذية وفواكه لذيذة وخضر طازجة، فأصابتنا رشة من مبيد الحشرات فمات الصرصور، ففزعت وهربت بصعوبة، وأنا الآن أحس بوجع شديد، أنقذيني. قطرت النحلة قليلا من الرحيق في فم الذبابة وقالت: هذا رحيق فيه شفاء لك، ابلعيه وانتظري قليلا وستشفين. رأت فراشة ظريفة النحلة تسعف الذبابة فخاطبتها: اتركيها، إنها ذبابة قذرة تؤذي الناس، لا تسعفيها فهي تنقل الجراثيم والميكروبات من المزابل إلى الأطعمة فيمرض الأطفال بسببها، فإنها لا تستحق المساعدة. ردت النحلة: سأعالجها لعلها تبتعد عن القاذورات. أستثمر حكايتي، ألون بطاقة الحشرات النافعة بالأخضر وبطاقة الحشرات الضارة بالأحمر. بالنسبة للنحلة فهي حشرة نافعة، إذن سوف نلون بطاقتها بالأخضر. الذبابة، الذبابة حشرة ضارة. الفراشة حشرة نافعة. الصرصور حشرة ضارة، إذا نلون البطاقة باللون الأحمر. أضع علامة في أمام الأمر الذي وجهته الفراشة للذبابة. ابتعدي أيتها الذبابة القذرة عن الطعام،
ابتعدي أيتها الذبابة القذرة عن الزهرة. ابتعدي أيتها الذبابة القذرة عن العصير. إذن ابتعدي أيتها الذبابة القذرة عن الطعام. سوف نضع علامة هنا. ماذا قطرت النحلة للذبابة؟ أضع علامة في قرص الجواب الصحيح. قطرت النحلة للذبابة الماء. قطرت النحلة للذبابة الرحيق. قطرت النحلة للذبابة الحليب. إذن ماذا قطرت النحلة؟ قطرت النحلة للذبابة الرحيق. هذا هو الجواب الصحيح. إذن نضع علامة هنا. أكون من المقاطع التالية أربع كلمات، ثم أكتب كل كلمة بجانب صورة مناسبة لها. إذن نكون من هذه المقاطع أربع كلمات بجانب يعني الصورة المناسبة، يعني هناك أربع صور، إذن سوف نكون أربع كلمات. إذن بالنسبة للصور، نلاحظ جيدا هذه الصور، هذا ممرض، ذباب، زر، بط. نلاحظ كذلك الألوان، ونلاحظ ألوان المقاطع، فهو يساعدنا على تكوين الكلمة. إذن نبدأ بهذا اللون. إذن هذا ممرض، مو ما ري طن، ممرض. إذن نكتب ممرض. ننتقل إلى الزر. إذن هذا اللون بنفسجي، زرون، زرون، زرون. ذباب، نبحث عن المقاطع المكتوبة بهذا اللون. ذبابون، ذبابون. بقي البط، اللون الأخضر. بطن، بطن. أقرأ ثم ألون أقراص الكلمات التي بها حرف الزاي أو الدال. إذن سوف نقرأ هذه الكلمات ونلون أقراص الكلمات التي بها حرف الزاي أو الدال. زرافة، زرافة. هل هذه الكلمة تحتوي على حرف الزاي؟ نعم. إذن أضع علامة. طماطم، طماطم. هل هذه الكلمة تحتوي على حرف زاي؟ لا. حرف ذال؟ لا. إذن لا نضع علامة. زرزور، زرزور. هل هذه الكلمة تحتوي على حرف زاي؟ نعم. إذن أضع علامة. ذئب، ذئب. هل هذه الكلمة تحتوي على حرف الزاي؟ لا. حرف الزال؟ نعم. إذن أضع علامة. ذرة، ذرة. هل هذه الكلمة تحتوي على حرف الزاي؟ لا. حرف الزال؟ نعم. إذن أضع علامة. مطر، مطر. هل هذه الكلمة تحتوي على حرف الزاي؟ لا. حرف الدال؟ لا. حرف الزال؟ لا. إذن لا أضع علامة.
ضباب ضباب. هل هذه الكلمة تحتوي على حرف الزاي؟ لا. حرف الذال؟ لا. إذن لا أضع علامة. مذياع مذياع. هل هذه الكلمة تحتوي على حرف الزاي؟ لا. حرف الذال؟ نعم. إذن أضع علامة. سطل سطل. هل هذه الكلمة تحتوي على حرف الزاي؟ لا. حرف الذال؟ لا. إذن لا أضع علامة. أشطب على السلوك القبيح. أشطب على السلوك القبيح. إذن نلاحظ هذه الصور. الصورة الأولى ماذا نلاحظ فيها؟ نلاحظ طفلا يرمي الأزبالة يعني في الشارع، يعني هو في المكان غير المخصص للأزبال، فهو ترك يعني المكان المخصص للأزبال ورمى الأزبال على الأرض وفي الشارع، يعني ليس في مكانها. إذن هذا سلوك قبيح. الصورة الثانية نلاحظ فيها طفلا قد غسل يديه وترك الصنبور مفتوحا، وهذا تبذير للماء، وهذا تبذير للماء. إذن هذا سلوك غير صحيح، هذا سلوك قبيح. إذن أضع علامة. في الصورة الثالثة نلاحظ فتاة وهي تقوم بسقي النبات وتعتني بالنباتات وتحافظ على البيئة. إذن لا نشطب على هذا السلوك لأنه سلوك صحيح ومقبول. أما هذين السلوكين فهما سلوكان قبيحان. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.